تقريبا مده 3 شهور جا واحد السيد محمد الشعيري جا شدينا هنا نهار الاحد شبوا الشيخ والجماعه شبوا على اساس كيعمل مسح تيبوغرافي واحد طريقه سريه. شكون هو هذا؟ محمد الشعيري جا قال لك بان هنا كيهو في جد هنايا ما كاين ما هنا ما كاين والو شبوا هنا عباوا هنا القياده كاين ما حاضر في هذا الشيء هذا خدوا الكورونا ديال الجدرميه اسمح لي ماشي الكورونا الرجل ديال الجدرميه عملوا ما حاضر في هذا الشيء هذا. شنو الصفه ديال هذا السيد؟ هذا السيد بان كيقول لك كيورد كيورد كيمثل الورثه ما كاين لا ورثه ما كاين والو عرفتي ولا؟ هذا السيد ما عنده حتى 10 متر ديال الارض ما عنده شي ما عنده حتى 10 متر الارض ما عنده شي. المهم جاو جماعه مشاو للقياده جا لجوج ديال الجدرميه حضروا كاين ما حاضر في هذا الشيء هذا متبع كيف العمله السيد كيطلب في الاخر كيقول لهم عطيونا غير شي طير ديال الارض عرفتينا ولا؟ لا غاي لا واخا وقفنا وقف وقف ديك الشيء هذاك المستر وقفات بينما كنتفاجئوا عرفتينا ولا عندنا التحديد ديال التحفيظ نهار 25 في شهر 4 كاين التحديد هذا السيد هذا الناس هذا اولا الملكيه ما عندوش فيها المساحه كيحط غير بن فلان بن فلان والطايق هاد الناس هادو كنسولوا الناس ديال 80 سنه 90 سنه ما كيعرفوهمش نهائيا هاد الناس اللي في الحدود ما عندهمش بينما توتقد في هذيك في المحافظه عنده 81 هكتار في المطلب ديال التحفيظ تحفيظ 81 هكتار شكون هاد العدول اللي عمل هاد الشيء هذا خصنا نعرفوا هاد العدول هادو اللي مشاو عملوا هاد بيان المساحه بين مساحه عندها قوانين ديالها خصهم يمشوا عند المجاورين خصهم بزاف الاشياء يعني دابا الناس مساكن كاين اللي ورثها على بابه على جده 120 سنه 140 سنه وهذا غادي يجي يقول الارض ديالو هاد السيد كنتحدى السيد هذا يوري لهم غير 10 المترو يقول هذه الارض ديالي صطاد فيها 10 المترو هاد الناس تسمح له كنتحدى المحافظه العقاريه شنو قالوا المحافظه العقاريه دابا الملف تنزل وهذا ماشي اخر الدنيا معناها تنزل الملف حنايا كنطالبوا من السيد الوالي ومصاحب الجلاله التدخل السريع يوقفوا هاد الكارثه هادي هاد الكارثه هادي دابا المنطقه تشلت المنطقه ياخذ ما يقدر يبيع الارض ديالو ياخذ خصو يشري الارض ما يقدرش يشري الارض لان خلق البلبله هنايا دابا الله يحفظ الدخول انت دابا في هاد المنطقه هادي تصور على النيه ديالك يهيطوك الناس فهمتينا ولا على النيه ديالك لان الناس مساكن مخلوعه كاين اللي ما كينعشي كاين اللي حصل عليه ما كينعشي دابا شحال ديال الناس تقريبا اللي كتحتاج هنايا دابا هنايا تقريبا واحد 500 ديال الناس ولكن خصك تعرف بان عاود كاين ناس عندنا بيرمانس تما 600 اخرى حساسه لان يقدر يمشي اليوم يضربونا تما لا اللي بغيت نفهم انا يعني الناس اللي كتقولوا انتم موالين للارض نعم. شحال العدد ديالهم تقريبا؟ نعم لا وشحال المساحه ديال الارض؟ دابا هو كيقول على اساس بعض الساعات كيقول 400 هكتار بعض الساعات كيقول 81 هكتار دابا على حسب مطلب ماشي فيه 81 دابا كنطلبوا من السيد الوالي يفتح تحقيق هاد العدول اللي عملوا هاد الشيء هذا كيفاش عملوا هاد الناس هاد المسافه هادي راه كارثه العدول اللي ماتوا ها كاين العدول ماتوا على السيد هذا هو يتعود على بابه غادي يجي يقول له عنده الكواغط ديالو هاد السيد هذا انا جيت عنده 77 سنه غادي يقول له هاد السيد هذا الوالد مات كان عنده 95 سنه انا عندي 75 سنه تما ديك الدنيا ما كنعرفوش هاد السيد ماشي خلوها لنا وعندنا الملكيه ديالنا والقوانين ديالنا كان الجيران ديالنا عندهم القوانين ديالهم هاد السيد يحفظ واحد 8 هكتار منين جات له وما كنعرفوش مش من القبيله ما كنعرفوش نهائيا عمرنا ما شفناه الناس مساكن ما عرفناش فين كان ما عندهاش حتى الحدود ديالو ما كايناش حتى شي واحد دابا ما كنعرفوش شبان عنده شي كاغيت تما فيه الفقوس وجا كيبغى يسد المنطقه طوق المنطقه كامله انا قلنا هذا الرئيس الجماعه المالين هو اللي عطى الطبع باش كان مشى للمحافظه الطبوغراف اللي كان كيصور معاه هنايا الطبوغراف بومعيز كانوا هنايا نهار السبت والحد كيعرفوا هنايا شنو العلاقه ديال رئيس الجماعه؟ حيت كاين اللي كيهضر على رئيس الجماعه ديال هذا شنو علاقته؟ رئيس الجماعه عطى واحد الشهاده اداريه من اجل التحفيظ هذيك مشى على اساس الملكيه اللي عنده
مش على اساس عنده الملكيه، واللي عنده حتى واحد الشهاده باش يحفظ من بعد مثال الضجه. مشى السيد رئيس الجماعه باش يسحب هذه الشهاده هذه، ها، وبالفعل في المحافظه حتى هو وعود على انه غادي يوقفوا هذه الشهاده. ما يتحفظش، ها، ما يتحفظش، ما يتخلصش، ما يخلصش ليكيزيسيون. بينما كنتفاجئوا السيد المحافظ بده وبدو، قال لك وبدو كيتفاجئ بهذا الشيء هذا. الشيء كيفاش كيتعمل الله اعلم، الله اعلم. شكرا.